ماناش بيسا فكرني بيك مش واخد بالي اتعودت مسلب يعني بصراحة انا مش اسمي يعني اسح في دمي فيكو الدخلاوي اهلا اللي بيعشقني مش بزعل عاللي فارقني اصحى معايا وفوقني هنروح على حرب شقية كلها تسحب سكاكينها هتزيد كلنا خربينها ميدو الجن ده عريس بانها والدعوة للإسكندرانية والدعوة للإسكندرانية انعك قدر تاخد في بوق اوعى دماغك يا ابني تسوق انت عامل مش واخد حق احنا نجيب حقنا في دقيقة قلبك ميت يلا تعالى سلاحك ابيض بس انا قالك ليه عامل لي من الرجالة وانت نسيت صاحبك في الدقيقة وانت نسيت صاحبك في الدقيقة كله مولع مننا علشان ظابطين نفسنا هينا وضعينا واسمنا اما الباقي ما يشغلناش هعمل غلوة بقى في قول هطلع كيس من المخزون هيفرق فرقة يا في الجون ده احلى جو معانا يتعاد ولا كنز فلوس ياللي بتيجي تحضن وتدوس وقت الجد عملت خلوص ما تفكرش ان انا مش كاش صحبة رجولة ولا صحبة بكايدة احنا الوصول عندنا مش فايدة ياللي بتحسد وتقول شايدة ركز في عينيا لما بضحك ركز في عينيا لما بضحك قابل وقع تشوف الناس فاكر النبي التاجر في المال هو انتوا ايه ما فيكوش احساس مش شايفيننا طالع عينينا عاوز تكون زينا ما تيش ولا انت فالع عينك راش احنا رجولة يا ابني من الناس اخرك تسمع على اسامينا اخرك تسمع على اسامينا عشت حياتي في مقاسي دولاب حشيش جوا في راسي نفسي الهم اكون ناسي بس الدنيا ملطشة علشان جدع محتوم لاجل زميلي عادي اموت مش بتشوط بس بشوط اقسامي مني ملبشة بصراحة انا مش اسمي ايه يعني اسح في دمي انا اغلى ما عندي امي والدنيا بحالة افشين جدع الدنيا بتضيعني اقرب صاحب بيباني علشان صفقة يوزعني كان عاوز يملى التاني ملك ومالي ما تسيبني في حالي شمالي من عينك جيالي فكرني ديك مش واخد اتعودت انسى اللي بايعني ما بتصدمش بحاجة يا بيه ما كفاية عمري اتصدمت فيه صاحبي الجدع اللي ابقى عليه اما الباقي يغور ايه يعني ضايع انا شاب صايع وانتم رفايع مش قد خصومتي قضية ضرب النار داخية ودماغي ملغية جن في جمجمتي مزاجي بطنش عاوز اني اكون لوحدي على عادي بتقولي هاتي لو فيكم بطل يعدي هشيله كم ضربة يخنش هشيله كم ضربة يخنش هخصم خصم صاحبي وعالموت مش هجلي لو طلقة جت في قلبي على عادي ما سيبش خلي هتنفذ يلا نفذ ما تقفش كتير تقولي خد خبطة موت وتعجل واحذرني وقت غلي احذرني وقت غلي خربشتنا على كام طلقة هبل اقسام واخدين علقة بندقيتي اسمها فلقة عشان بتفلق اي دماغ بوجه ارشاد ياما جوا قلوبهم في غشا قالولي روح بالسلامة لما اتصلوا عملوا بلا لما اتصلوا عملوا بلا اسكندرية دي عشق القلب الارض بنها المسا بالحب اخواتك بيقولوا مبروك انت هتفضل انزه شاب عملنا فرحة لميدو الجندي يحليها يابا كل الشام دي أرض منها جهدي ومكاني هنا كل الرجال عارفاني اللي مشرف كل الدنيا عم الناس ده الحاج هاني كل الخلية ناس بتحبه جدع رجولة وطيب قلبه أحلى مثال نزهته الكاملة أبو مروان يعني أحمد بوبه لو كتاب مش هتسدي إحنا معانا النمبر وان الأسطورة مصطفى الجندي إحنا الرجولة بحرف عشان جدع وعشان بيقدر كل الناس تشهد جدع عنده مثال الحاج ابراهيم نافع اسمه مشرف كل مدينته مش بنحب طبع اللئيم بنعامل بس السالكين احمد جعفر ابو ابراهيم طول عمره بيمشي يمين ارض بنها دي فيها جدعان والناس تتمنى مزاملته ابو مريم ده
رمضان الرجالة كسب محبته هاتلي الطلقة حضر الناري ده من هجومنا الكل بيجري هي دايما اخر جولة وشاري ابو يوسف جلال البدري المنظرة دولة فرسان فيها الرجولة بزيادة وكتير حمادة سوق سيكا ابو عدنان هي علالنك معنا احنا الناس تتشرف بينا ما تجيش هنا تسحب سكينة مجد ابو سجدة الوجهة الرايقة ثابت وجوده في اي مدينة لو بخت ضايع مش مشكلة اهم حاجة هي المرجالة الزعيم يعني حودة طقش هتزولوها تسعة يالا رئيس نفسه محد رئيسه المرجالة دايما مبداقه الرجالة السيد السيسو كلها في الدايرة بتعشاقه اخطر محارب عرضه طول الكلمة منه تكون بأسول المسيطر عمرو الماجد اللي عارفه يموت مقتول المنظر عنواني ومكاني ضربة ايدينا بمقام صاروخ الكينج طريق الامريكاني والدبح طريق الشمروخ جهتنا اخويا تتشرف بيه ده في الرجولة مفيش بعديه الزعيم عبد الله ابو انس النزهة والراجل الشيخ اللي سعي يتضرب ويمشي احنا في ضربنا ما بنرحمش المتسيد حودة الزبلة والبرنس اسلام حواوشي المخالق مننا يحتاروا في اي حرب ندخل نفاركش البيك بص ده مروان مارو والاسطورة يعني رضا طقش دماغنا فايقة وليكم صاحية سيدنا مسمع في اي ناحية اجدع اخ ده محمود راغب صاحب المبدأ حمادة يحيى احنا نعامل اي هجيش بكلمة تقلب برق وراعي المسجاي الحودة درويش ومحمد اليماني ابو وائل حمو بيك عامل دندارة الدخلاوي ده ميسو ميسارة علي الدور يعني الكروارة اذاعتنا بتعمل جمهارة شبحنا في جود دخلاوي كلها قدامه بتجيب ورا الكلمانسي اسلام المصري واحلى بيها جهته المنظارة حمو